مو للدرجة هذه، ما دام اللي غسلتي خلاص راح يروح المينوكسيديل المفعولة من الإيد، وأساسا كف الإيد هذه ما تمتص أي شيء بسهولة، الكريمات واللوشنات ما تمتصه، لأنه عبارة عن 5 طبقات، غير عن الجلد كله، الجسم كله 4 طبقات، إلا أخمص القدم وكف الإيد 5 طبقات، فمهما حطيتوا عليه من لوشنات وكريمات حتى من غير شيء صابون ما راح تمتصه، ما راح تبقى فيه. فلا تحاتين. في ناس تخلط بين الخلطة الثلاثية للتفتيح والأكريلين، الأكريلين يستخدم عادي على طول، الخلطة الثلاثية هي اللي توقفينها بعد 3 شهور، لكن الأكريلين عادي تستمرين عليه، أفضل التدريج فيه لأنه ممكن يهيج البشرة، فتدرجين فيه تدريجيا، شوي شوي تزيدين تقللين المرطب وشوي شوي تزيدين نسبة الأكريلين. ودائما أتكلم عن خلط الأكريلين مع ميدي هايدرا كريم مرطب عشان تحمل البشرة، أهم شيء النجاح في استخدام الأكريلين عشان تشوفين النتائج حلوة إنه بشرة تحمله. شوف أول شيء ما في شيء يتعارض مع الفيلر إلا لما تكون حاطة فيلر دائم، والبوتوكس ما في شيء يتعارض معاه، لكن احتياطا اذا واحده حامل المفروض ما تسوي بوتوكس.